السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سهل وسريع. يا رب تكونوا بخير وبالصحة والسلامة. تعالوا شوف الأفكار النهاردة، جميلة جدا ومميزة قوي وسريعة وسهلة. يلا نبتدي الأفكار بتاعتنا، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا بينا يلا بينا. الإزازة دي موجودة عندنا أكيد، لما بنخلص بنرميها، بعد كده مش هنرميها خلاص. أنا كل اللي هعمله إن أنا هشيل الورق ده وهغسلها كويس جدا من بره ومن جوه، الدم من بره ومن جوه. هنعمل بقى فيها ايه دلوقتي؟ شايفين الورد ده؟ ده ورد بلاستيك، بنشيله من هنا من الوردات دي او مثلا من حاجة زي كده. بنقطع الوردات الصغيرة دي وبنشتغل بيها بنفس الطريقة اللي هقولكم عليها دلوقتي. انا هدخل الوردة دي هنا في الازازة، بس هدخلها كده بالطول. مثلا اي خرز قديم، الغوايش اللي بتقع مننا دي وبيقع منها خرز كتير كده، ممكن نستخدمها. هحط دول انا هنا، شايفين بقى دي عبارة عن كوباية مية عليها يعني حبة صغيرين جدا من اللون الاورنج اللي هي الالوان الطعام موجودة عندنا اكيد كلنا، عليها معلقة زيت زيتون بس كده. هبتدي بقى افضيها هنا في الازازة. انا حطيت بالظبط مقدار كوباية واحدة بس، وهبتدي اكمل الباقي مية مية عادية جدا. بعد ما كملتها مية، الزيت طبعا طلع على الوش بقى بالشكل ده كده وادى الشكل ده من تحت. هبتدي بقى اجيب دي بتاعت الزيت، بتيجي مع طقم التوابل، دي قديمة عندي، هبتدي احطها من هنا كده اهي. لو حبينا ننزل منها اهو، ما بتنزلش حاجة، بصوا مقفولة كويس جدا. هنجيب بقى خيط قطن من ده او خيط كروشيه، اي نوع من انواع الخيوط، وهبتدي الفه. بقت بالشكل الحلو ده، يا رب الفكرة تكون عجبتكم. ازازتين وغسلتهم ونشفتهم كويس، وجبت دهان ارتكس باكين ابيض والوان جي ال سي. اخدت نقطتين من اللون الاحمر على جزء من اللون الابيض اللاكيه، ونقطتين من اللون الازرق على جزء من اللون الابيض، وعملتهم قلبتهم بس ما دمجتش اللون كويس. حبيت يكون في عدم تناسق في اللون علشان يديني درجات الوان مختلفة. هبتدي بقى احطه في الازازة، احط اللون في الازازة زي التاني بالظبط. وهبتدي اعمل نفس الحركة كده. بصوا مدي لون حلو ازاي، الشكل اللي مديه حلو جدا. هيدي شكل السما على فكرة في الآخر.
بقت بالشكل ده برضو هحطها تنشف، بس وانا بحطها تنشف هحطها كده، هخليها كده مقلوبة. بصوا شكلهم بعد ما نشفوا حلوين جدا، مدين تداخل في اللون روعة، كأنهم بجد فازات جاهزة. هبتدي بقى زينهم معاكم. هثبت دي هنا بالشمع، ممكن بقى اجيب كور من كور البونبون دي اللي عملتها معاكم قبل كده، احطها كده هتبقى شكلها حلو ورقيقة جدا. هاجي هنا بقى وابتدي برضو ازينها، احاول اثبت الشريطة الصغيرة دي هنا من فوق. لو حابين بقى نحط فيها وردة مثلا الشكل ده هتبقى برضو حلوة. ده شكلهم النهائي، حلوين جدا جدا، كمان ينفعوا فكرة المشروع، هايل. بتمنى تحطوا لايك للأفكار الحلوة دي، ويلا نروح للأفكار اللي بعد كده. عندي بقى البرطمان، ده برطمان عادي جدا برضو، غسلته ونشفته كويس، وجبت بقى استيكر، اي استيكر المهم يكون ظهره بيلزق كويس، وهثبته هنا. انا جبت كرتونة كده حطيتها وراها وتحتها، علشان انا هرش دلوقتي اسبراي فضي اهو، علشان ما يأثرش على المكان حواليها. ابتدي ارجه كويس، وادي بقى رشة خفيفة جدا، يعني انا مش عايزة اللون يكون قوي. احنا عايزين بس نديها كده لون خفيف جدا. كل اللي يهمني بس الجزء اللي حوالين الصورة. كده نشفت معايا، هبتدي بس اشيل الاستيكر بقى كده بالراحة اهو. بقيت بالشكل ده، هي كلها متغلفة ما عدا بس الجزء المربع اللي في النص ده مكان الاستيكر. ببتدي بقى اقلبها بالشكل ده كده، واخد مقاس بقطعة من الفوم، اخد مقاس الدايرة اللي فوق من هنا من هنا، وابتدي اركب شريط دانتيل، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل تناسق في الالوان. جبت شريط ساتان قصيته من هنا بالشكل ده، وهبتدي امشي على الشمعة علشان ما تسرفلش مني، على خفيف كده من بره بس، يعني بقيت بالشكل ده. صورة شخصية او صور زي كده، ده هيبقى زي تابلو للصور. هجيب اي صور اهي، مثلا حاجة زي كده او حاجة زي كده، وابتدي احطها بقى من تحت بعد طبعا ما مسحت الجزء ده كويس اهو، الفها كده. هتبان الصورة كأنها 3D بالظبط. بصوا شكلها حلو جدا، عجبتني جدا، ممكن نحط فيها صور شخصية. ايه بقى برطمان الصغير ده، ده برطمان توابل، هحط فيه اي عقد قديم مش بقينا نلبسه، وهلف حواليه شريط البومبون بالشكل ده كده اهو. واي ورد، اي
حاجات زي كده، زرع بلاستيك هيكون شكله حلو جدا. فكرة سهلة ولذيذة.